انا ما جيتش عشان اتكلم، انا جيت عشان اسمع المدير الغناء اللي جاي من دار ابن سهيل. فبصوا طيبين اولا، و بمناسبة حلول شهر رمضان اللي هو خلال يومين او ثلاثة ان شاء الله، وربنا يعد عليكم ايام خير. بالاصالة عن نفسي وعن اختي الفاضلة نبيلة استاذ ابراهيم، بشكر الجميع على هذا الجمع الذي يجتمع فيه الحب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. انه لو الحسن الطالع ان نحال الى المعاش في يوم النصر، يوم 10 رمضان، هنخلي طرفنا يوم 10 رمضان. ومن حسن الطالع ايضا ان اكون بعد تخرجي مباشره ضمن المشاركين في حرب اكتوبر 73 العاشر من رمضان. نفس المجموعة فضل من الله. الحاجة نبيلة كانت معانا. اتفضل يا باشا. تحب تشوف هنا ولا هنا؟ على جنب؟ طب ما اقفلك فوق المروحة. مفيش مشاكل يعني. سيبها ولا يقصد مفيش مشاكل يعني. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم. أستغفر الله لي ولكم، وأتمنى لكم التوفيق في عمل جديد ورسالة تكتمل، وأشكر الجميع. وهذا الموقف فعلا يعني موقف أنا أعتز به جدا، ويجعلني أتلعثم. شكرا، أشكركم جميعا، شكرا.